اتفاقية جديدة لنشر مجموعة من القوات الجوية الروسية في سوريا ولمدة 49 عاما يصادق عليها مجلس الدوما الروسي وبالإجماع، لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وبحسب نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، فإن تكلفة هذه الاتفاقية التي وقع عليها نظام الأسد في دمشق بداية هذا العام بلغت 20 مليون روبل سنويا. تتناول الوثيقة المسائل المتعلقة بالقوات الجوية الروسية على الأراضي السورية ومهامها، فضلا عن قضايا الممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة ملكيتها لروسيا فوق الأراضي السورية، وصلاحيات العسكريين الروس، حيث أوكل إليهم ضبط الأمن الداخلي في سوريا والإسناد الجوي لقوات النظام والميليشيات التي تسانده، بينما مهمة قوات النظام هي الحراسة الخارجية والساحلية للقواعد الروسية. وتتيح هذه الاتفاقية حرية الحركة للمدرعات الروسية وغيرها من الوسائل القتالية المستعملة برا. وبموجب هذه الاتفاقية تستطيع روسيا تطوير البنية التحتية وتحديثها وتوسيع الأراضي التابعة لأسطولها في مرفأ طرطوس ودخول السفن الحربية الروسية إلى المياه والموانئ السورية دون الموافقة من قبل النظام خلال فترة الاتفاقية. رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف قال إن التصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية سيسهم في دعم الاستقرار في المنطقة ولوضع حد لمنع امتداد الحرب في سوريا إلى مناطق أخرى، وبالتالي باتت تعتبر روسيا الضامن الحقيقي للاستقرار في المنطقة. بينما زعم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لا تدعم رئيس النظام بشار الأسد لكنها تخشى على سوريا مصير العراق، مضيفا أنه يخشى بعد القضاء على الدكتاتور أنه سيؤدي للقضاء على البلد أيضا على حد تعبيره. 49 عاما هي مدة الاتفاقية التي حصلت عليها روسيا مقابل حماية النظام. سيبني خلال هذه الأعوام الجيش الروسي القواعد ويعزز من مكانته في المنطقة وبالتحديد في البحر الأبيض المتوسط، أي مقابل شواطئ أوروبا الخصم القريب لروسيا.